ثم بعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودخل العمانيون في دين الله، فجاء هذا الإسلام بتأسيس هذه القضية تأسيساً واضحاً مبنياً على أسس، وقد صادف أرضية خصبة عند العمانيين وهي قضية النضال وقضية الجهاد وقضية التحرير والتحرر من الظلم، صادف أرضية خصبة عند العمانيين. وبالتالي تجد بأن العمانيين بمجرد ما شعروا بأن هنالك خلل في الحكومة إن صح التعبير التي تسوس بلاد المسلمين في تلك الفترة، الدولة الأموية والدولة العباسية، تجد بأنهم اعتزلوا هذا الأمر. بل قبل ذلك، ولا داعي لذكر مثل هذه الوقائع، اعتزلوا هذا الأمر وأسسوا هنا في عمان إمامة شرعية قائمة على أسس الدين، إمامة تهدف إلى بقاء منظومة الإسلام التي تدفع أي ظلم من عند أي أحد كان. وبالفعل تمكنوا من تأسيس هذا الأمر في إمامة الإمام الجولند بن مسعود رضوان الله تعالى عليه في سنة 132 هجري، إمامة الجولند بن مسعود. وسار وحقيقة أن هذه البيعة تكاد تكون هي بوابة التاريخ للعمانيين، هذه البيعة المباركة، لأن كان ما بعدها من مجد لعمان بهذه البيعة. تأسس عليها نظام يراعي حدود الله، وبقي فترة طويلة جدا مستقر على أرض عمان. نعم تحصل له فترات يخبو، لكنه ما كان ليندثر أو يموت. وبالتالي بقي مسألة الكفاح، وتحولت هذه القيمة من مجرد كفاح لأجل الأرض وكفاح لأجل القومية العربية وكفاح لأجل المال والعرض والنفس، أضاف إليها الدين الإسلامي الكفاح لأجل الدين ولأجل إعلاء كلمة الله ولأجل نصرة المظلومين أينما كانوا. فقد سخر العمانيون القوات التي ملكوها لأجل نصرة المظلوم. وليس ببعيد عنكم قصة الزهراء السقطرية التي استغاثت بإمامة عمان، وليس بعيدا عنكم قصة القبائل التي نزحت من البصرة وجاءت عند الإمام أحمد بن سعيد وطلبت منه النجدة، وأرسل ابنه هلال بثمانين قطعة بحرية أمامها سفينة الرحمن، وكان الفرس قد ضربوا الحصار على البصرة شهرين كاملين حتى جاع أهلها وتحركت السفن العمانية وحررت البصرة. فأصبح هذا الأمر أصبح من مجرد نضال لأجل الأرض ولأجل العرض، وهو مقر في الشرع لا كلام فيه، وإنما غلف بعد ذلك بمجيء الإسلام بنضال لأجل إعلاء كلمة الله ونصرة لدينه ودفع الظلم عن المظلومين. وتأسس وبقي فترة طويلة عند العمانيين. ثم بعد ذلك وقعت عمان تحت احتلال متكرر للسواحل، أو للاحتلال الأخير الذي حصل من الفرس حتى أنهم وصلوا نزوة كما سوف يأتي بإذن الله. وقعت عمان تحت الاحتلال سنة 1507، وقعت تحت الاحتلال البرتغالي. من 1507 إلى 1624 عند مبايعة الإمام من؟ ناصر بن مرشد رضوان الله تعالى عليه، اليعربي الذي بويع بالإمامة إماما لعمان وأسس الجيش والتف العمانيون حوله وشرع في تحرير عمان من الاحتلال البرتغالي. من 1507 إلى 1624 كم سنة تقريبا؟ 120 سنة، ما 75 سنة. تو المرجفون يقولون لأهل فلسطين كذا، 75 سنة محتلينكم، كيف بتتخلصوا منهم؟ كيف بتتخلصوا منهم؟ 75 سنة ذيلا ضاربين عروق على في بلادكم. هذا العمانيون
وقعوا تحت الاحتلال ما يقارب 120 سنة، يعني ضعف هذه الفترة تقريبا، ضعف هذه، وتخلصوا من الاحتلال حينما وجهوا حربتهم تجاه المحتل وأوقفوا النزاع الداخلي بالكامل، وتستطاعوا أن يتخلصوا من المحتل رغم بشاعة ودموية الاحتلال البرتغالي الذي يكاد يكون ما عرف التاريخ أشد من بشاعته ودمويته. كان احتلالا دمويا، بلدان وقرى بالكامل في عمان أبيدت عن بكرة أبيها، لم يبق فيها أحد، بل أنه حصل تتبع للفارين في الجبال من نساء وأطفال وعجزة وقتلوا على رؤوس الجبال، حتى أن ابن البوكيرك قائد الحملة البرتغالية الصليبية على العمانيين ذكر في مذكراته بأن مطرح وقريات يكاد يكون أنه حصل فيها إبادة بالكامل، لم يبق فيها أحد، حتى أنه هذا البوكيرك قد عين قادة خاصين لأجل اقتحام المنازل وقتل من فيها جميعا، لا يبقي منهم أحد. وكانت النساء العمانيات في مطرح خاصة تقاوم المحتل بالحجارة، ترمي على والبرتغال في تلك الفترة كانت تمتلك مدافع، بل أنها حين يذكر هذا هذا ابن البوكيرك يذكر يقول حينما دخل الجند البرتغاليين إلى أزقة مطرح كانت سكك مطرح تضيق بهم لدرجة أن رماحهم كانت تصل إلى بعضهم البعض، كان الرماح مالهم كل واحد منهم يطعن الآخر من كثرهم وضيق الطرق التي كانت موجودة في مطرح من كثر عددهم. ومع ذلك كانت النساء العمانيات تقاوم المحتل بالحجارة، فما تستغرب النضال كائنا من كان بأي طريقة كانت حتى بالكلمة هو مزعج للمحتل، يثخن فيه ويقض مضجعه ويعلم بأن النفوس لا زالت تمقته وأنه عاجز عن إخضاعها، لأن الإخضاع في الحقيقة يبدأ بإخضاع النفوس التي تدين للمحتل وتوطئ له الأكناف وتسلمه كل شيء، لكن بما أن هنالك مقاومة حتى لو كانت بزورة، احنا العمانيين نسميها بقب، مقابل أعتى وأشد الأسلحة فتكا، فإن ذلك نكاية في المحتل، لأن المحتل يعلم بأن هذا الشيء سينمو وسيتضاعف وسوف يترتب عليه مخاض لمقاومة حقيقية تؤدي إلى طرده من هذه البلاد التي هو جاثم عليها. كم تتوقعوا عمان خضت من السنين كي تتخلص من الاحتلال البرتغالي؟ قلنا بأن الإمام ناصر بن رشد بويع سنة 1624 ومباشرة شرع في طرد البرتغاليين. متى تتوقع تخلصت عمان من الاحتلال البرتغالي بالكامل؟ سنة كم؟ كم سنة يعني تتوقع احتاجت عمان؟ 40 سنة؟ 45 سنة؟ واجد كثير، قريب نصها، قريب نص ل 45. في عام 1650 كان الطرد آخر برتغالي موجود في عمان على يد قيد الأرض الذي طرد البرتغاليين بالكامل. حتى الإمام ناصر بن مرشد لم يكتب له في حياته أن تتخلص عمان من كل الاحتلال، وبالتالي هذا يدل دلالة واضحة بأن طرد المحتل ليس شيئا هينا ولا يمكن أن يتحقق في ظرف زماني بسيط قصير، لا، وأن فاتورة طرد المحتل لن تكون إلا من أهل ذلك القطر الذي قد احتل، ما بيدفعها أحد غيرهم أبدا، لو يستوي اللي يستوي هم بيدفعوها وحدهم. وهذا الذي يحصل دائما على مر الزمان، هذا الذي يحصل دائما، وأن المحتل لن يخرج أبدا من أرض قد احتلها إلا بالحديد والنار، وأن تلك الأرض التي قد احتلت لا بد أن تزكو ولا بد أن تروى بدماء أبنائها كي ينالوا الحرية والاحتلال، لا يوجد سبيل آخر.
إطلاقا. من 1705 إلى 1624 بقي الاحتلال البرتغالي موجودا، وبمجرد وجود حركة مقاومة تدفع هذا المحتل بدأ هذا الاحتلال بالانكماش رويدا رويدا، حتى طردوا من آخر معقل لهم في مسقط في عام 1605 بعون الله سبحانه وتعالى على يد سلطان بن سيف الذي طرد البرتغاليين، هو الذي طرد البرتغاليين. هل اكتفى العمانيون بهذا؟ لا، العمانيون طاردوا يعني هذه الجماعة البرتغاليين طاردوهم من مومباسا، ذهبوا إلى مومباسا وأجلوهم من هناك. هذا كان في عام 1661. ثم ذهبوا بعد ذلك إلى زنجبار وطردوهم من زنجبار في عام 1696، وطهروا المحيط الهندي بالكامل، وأصبحت البرتغال ليس لها موضع قدم في هذا المحيط الذي تعيش فيه أو الذي تمخر عبابه الأساطيل العمانية. أجلوهم من المنطقة بالكامل، وهذا فهم عميق من العمانيين في تلك الفترة، بأن لابد من وجود حوزة ممتدة، فإن كانت الحوزة ممتدة بشكل أوسع فإن الوصول إلى المعقل الرئيس يكاد يكون صعب ومتعذر على المحتل. يعني المحتل يوم بيجي يحتل مرة ثانية ما بيجي حل مسقط، وإنما سوف يحاول أن يستعيد الأماكن التي احتلها في شبه القارة الهندية وكذلك في السواحل الأفريقية، ثم بعد ذلك قد يأتي إلى عمان. وهذه سياسة وحنكة عسكرية تميز بها العمانيون. هل تخلصت عمان من الاحتلال بالكامل؟ لم تحتل مرة أخرى؟ لا، بل احتلت مرة أخرى من الفرس في عام 1737. وقعت عمان تحت الاحتلال الفارسي، وحصلت مجازر عظيمة جدا في حق العمانيين، حتى أن من المؤرخين من يذكر أن في نزوة فقط في نزوة عند اقتحامها وقع من العمانيين 10,000 شخص، 10,000 قتل من أهل نزوة عندما دخل. طبعا الاحتلال الفارسي كان نمطه مختلف، كان احتلال بري واحتلال بحري، قائدين، تحرك القائد الأول بأسطول بحري والقائد الآخر دخل من الحدود المحاذية والمواجهة للمملكة الفارسية في تلك الفترة، حتى توغل في البر وبلغ نزوة وتمكن فعلا من احتلالها وإخضاعها. 10,000 في ولاية واحدة، الولايات التي مر عليها حتى وصل نزوة كم دخلوا من الظاهرة، حسب المسار الذي يذكره المؤرخون بأنهم دخلوا من الظاهرة، كم البلدان التي مروا عليها، وكان لابد في كل بلدة أن يوجد مقاومة ولا يبد من إخضاع هذه المقاومة. هذا يتكلم فقط عن نزوة. 10,000 عماني قتلوا لكي تخضع نزوة، عشان تخضع نزوة. فلا يهولنك الأمر، لا يهولنك الأمر، ولا تظن بأن استرداد الحق ثمنه بخس وسهل وبسيط ومريح، وأن الإنسان سوف يستطيع من استرداد حقه ونيل حريته بأبخس الأثمان.